السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف السادس ثانوي علمي. إن شاء الله النهاردة في فرع الميكانيكا هناخد درس المخلوط اللي هو الدرس الثالث في الهندسة الفراغية. المخلوط ده شكله إيه؟ شكله زي ما أنت شايفه كده، بيبقى فيه مخلوط مائل وبيبقى فيه مخلوط قائم. النهاردة إحنا هنشرح المخلوط القائم. هدفنا في حصة النهاردة إن أنا إزاي أرسمه، إن إزاي أعمل له إفراد، يعني أفكه أفتحه بجميع أشكاله، إن أنا أجيب المساحة الجانبية بتاعته، أجيب مساحته الكلية إزاي، برضه أجيب حجمه إزاي. أول حاجة المخلوط شكله إيه؟ شكله زي ما أنت شايفه كده، ده شكل المخلوط اللي هو قرطاس زي ما بنقول أو طربوش. إزاي برسمه؟ قال أنت بتجيب مثلث قائم، بيكون معاك مثلث قائم، وتخلي المثلث ده يلف حوالين الزاوية القائمة، يقوم يديك شكل المخلوط. المثلث القائم زي ما أنت شايف بيلف حوالين الزاوية القائمة كده، أم رسم لي مخلوط. طيب ليه سموه مخلوط قائم يا أستاذ؟ علشان ارتفاعه بيجي من الرأس عمودي على مركز الدائرة اللي هي القاعدة. ليه سموه مخلوط قائم؟ علشان الارتفاع بتاعه بيجي من الرأس عمودي على المركز الهندسي للقاعدة اللي هي دائرة، اللي هو مركز الدائرة. ازاي يا استاذ اعمل له افراد؟ لو حبينا يا استاذ نرسمه بايدينا يترسم ازاي؟ بترسم يا حبيبي شكل بيضاوي مش دائرة، يعني ايه مفتوح عن الدائرة شوية، وبتقوم جاي موصل نقطتين اتنين، عامل ممسات وموصلهم في نقطة فوق كده. طبعا احنا لو نزلنا الارتفاع قلنا بيجي فين؟ في مركز الدائرة. ده كده يا شباب المثلث القائم اللي هو بناء عن دورانه، يعني احنا لما لفناه بدأ يرسم المخروط. كل ما بتلف المثلث القائم عمال بيرسم لك المخروط. يا رب يكون الشكل واضح وفهم منه. ازاي يا استاذ اعمل افراد للمخروط؟ قالك المخروط ده قاعدته عبارة عن ايه؟ قاعدته عبارة عن دايرة، وده الجنب بتاعه اللي هو نشأ بناء عن مستقيمات عدة. لما المثلث القائم لف قعدنا نوصل مستقيم كده، ومستقيم ومستقيم ومستقيم، اداني شكل الايه؟ اداني شكل المخروط. كل خط من دول بقى يا شباب بقى ليه اسم. اسمه ايه؟ الخط من دول اسمه الراسم، بنرمز له بلام. يبقى لما اجي اقول لك طول الراسم خمسة، يبقى أنت عرفت إن كل خط من ده معناه كام؟ معناه خمسة. ده يا شباب ارتفاع المخروط، بنسميه عين، بنرمز له بعين، دوت نص القطر. طبعا بقى في مثلث قائم. هو في الكتاب قام جاي قايل لك إن الارتفاع بيساوي جذر لام تربيع ناقص نقي تربيع. القانون ده جه منين؟ مش ده هرم قائم؟ وعشان يكون قائم لازم يكون مثلث قائم لف حوالين الزاوية القائمة، يعني المثلث ده قائم. طب ما احنا جبنا الفيثاغورس، ده طول الراسم لام، ماشي، يبقى لام تربيع بتساوي عين تربيع زائد ناقي تربيع. يبقى عين تربيع لوحدها بتساوي ايه؟
بتساوي لام تربيع ناقص ناقص تربيع. طب ما تشيل اس 2 هات الجذر. يا رب الناس تكون فهمت القانون ده جه منين. ازاي يا استاذ اعمل افراد للشكل؟ قال لك المخروط ده لما تيجي تعمل له افراد تفرده بيطلع بثلاث اشكال مختلفه. الشكل الاول، الشكل الاولاني يا استاذ بيطلع شكله كده. ده امتى؟ ده لما يكون طول الراسم، ده طول الراسم يا شباب، هو ده طول الراسم. لما يكون طول الراسم لام اكبر من 2.5 القطر، يعني اكبر من القطر نفسه. وفي شكل كمان بيكون كده. طب ده امتى؟ لما يكون يا استاذ طول الراسم، ما هو ده طول الراسم، هو ده الراسم. لما يكون طول الراسم بيساوي 2 ناق. طيب امتى بقى بيكون كده؟ لما يكون طول الراسم اصغر من 2 ناق. يبقى لما باجي اعمل افراد بيبقى ليه 3 اشكال. هم دول يا استاذ الثلاث اشكال. احنا ممكن يا شباب نعرف شكل الافراد من قياس الزاويه. لو الزاويه ده هي من 0 ل 180 يبقى واخد الشكل ده، لاننا لو فتحنا شويه لحد ما بقت 180 بالظبط نقدر نعرف الشكل ده. ولو كانت الزاويه منعكسه، يعني ما بين ال 180 وال 360 دي الزاويه، يبقى انا هاخد الشكل ده كده. طب انا يا استاذ دلوقتي عاوز اطلع مساحته الجانبيه ومساحته الكليه وحجمه ازاي؟ تعال نشوف. بيقولوا يا شباب ان الاسطوانه لو في مخروط خد نفس قاعدتها قال بيكون حجمه تلت حجم الاسطوانه. لو في مخروط اشترك مع اسطوانه في قاعده فلقوا بالتجارب ان حجم المخروط تلت حجم الاسطوانه. لقوا يا باشمهندسين ان حجم المخروط بيساوي تلت حجم الاسطوانه. طب وحجم الاسطوانه كان ايه؟ كان باي ناق اس 2 اهين. يبقى حجم المخروط تلت باي ناق اس 2 عين. كده نعرف حجم المخروط ايه. طب المساحه الجانبيه، المساحه الجانبيه قال مساحه جانبيه بتساوي باي لام ناق. لام هنا يا باشمهندسين اللي هي طول الراسم، دي اللام. المساحه الكليه عبارة عن المساحة الجانبية اللي أنا جبتها زائد مساحة القاعدة. القاعدة هنا عبارة عن دايرة مساحتها باي ناق تربيع. يبقى دي المساحة الجانبية ودي المساحة الكلية ودي الحجم. نشوف أسئلة. عاوز يا أستاذ هنا في الشكل ده ارتفاع المخروط. هنسمي الشكل ده وليكن اللي اسمه ألف ب ج، ونسمي دي دال. مخروط قائم يعني الزاوية دي قائمة. ده اسمه ايه؟ قطر. يبقى ده نص قطر 20 وده نص قطر 20. وهشتغل من المثلث القائم ده.
في المثلث ألف دال ب القائم في دال ألف دال أس اتنين هتساوي ألف ب أس اتنين ناقص ب دال أس اتنين اللي هو كان بيقول لك إيه؟ إن الارتفاع الجذر لام تربيع ناقص نقي تربيع القانون ده يبقى بيساوي طول الرسم 625 ناقص 400 إداني جذر 225 يبقى العد العد ب 15 سم يبقى أنا جبت له الارتفاع اللي هو كان عاوزه ده ب 15 سم. الشكل المرسوم يصف مجسم حجمه 96 أو مساحته الكلية. المجسم ده يا أستاذ مخطوط، أنت قلت إن ده قد ده، ما ده اسمه طول الراسم، ده نص القطر اللي هو بيقول عليه. ال 12 باي ديت، ده اهي ال 12 باي ديت اللي هو كان الدوران اللي هنا، يعني ده محيط الدايرة. احنا ما عملنا افراد يا شباب، فتحنا الدوران ده اللي هو كان الدايرة، يبقى ده معناه محيط الدائرة اللي هو بيساوي كام؟ 12 باي. يبقى محيط الدايرة 2 باي نق بيساوي 12 باي، يبقى النق بتساوي 6. انت قلت حجم الشكل ب 96، ما هو الحجم بيساوي تلت باي نق اس 2 في عين. عين ده اللي هو الارتفاع، انت قلت ان ده ب 96، هنعوض النق ب 6، ال 6 في 6 ب 36 عين بتساوي 96 باي، باي مع باي هنا على 3 فعل 12 يبقى عين طلعت بتساوي 8. كده انا طلعت الارتفاع 8، الارتفاع ده كده ب 8، نقي دي ب 6. طب ما احنا نقدر نجيب طول الرسم من فيثاغورس هيطلع ب 10، هقدر اجيب طول الرسم منين؟ من فيثاغورس، لم بتساوي الجذر التربيعي ل 64 زائد 36 بتساوي 10. احنا محتاجين كده بقى يا استاذ المساحه الكليه. المساحه الكليه قانونها ايه؟ باي لام نق زائد باي نق تربيع اللي هو مساحه القرص اللي تحت الدايره، باي في لام في نق زائد باي في 36 يبقى 60 باي زائد 36 باي بتساوي 96 باي سنتيمتر مربع. عاوز الحجم، الحجم قانونه ايه؟ الحجم بيساوي تلت باي نق تربيع في عين، هو في العين هنا الارتفاع، ده مثلث قائم، طول الرسم ده بيكون قد طول الرسم ده، هنجيب الارتفاع من فيثاغورس، يبقى عين بتساوي جذر تربيعي ل 169 ناقص 25، منين؟ من فيثاغورس، يبقى عين طلعت بتساوي 12، يبقى الحجم بيساوي تلت في باي في نق، مين اللي قال ان دي نق؟ ما هو الارتفاع بينزل في المركز، ده كده اسمه نص القطر نق، في عين، عين اللي احنا مطلعينها بكام؟ ب 12، يبقى النتيجة 100 باي، عايز تعوض عن باي ب 22 على 7؟ تمام. الشكل المرسوم شبكة مخروط أو بيت ارتفاع، ده يا أستاذ محيط الدايرة، ده لما اتفرد اللي هو كان ده كده، يبقى محيط الدايرة
بأربعة وأربعين، نقسم على الاثنين يبقى باي ناق بتساوي 22، دي ب22 على 7، يبقى ناق طلعت بتساوي 7 لما عملنا وسطين في الطرفين، جبت نص القطر ب7. هقول الشكل ده كام كده؟ ده ال 21 اللي هو طول الراسم، ناق احنا جبناه ب7، انت عاوز الارتفاع ده، يبقى احنا هنشتغل من المثلث ده كده، يبقى الارتفاع بيساوي الجذر التربيعي لواحد وعشرين أس 2 ناقص 7 أس 2، يبقى الناتج طلع 14 جذر 2 سم. إذا كان جاهر بتساوي 3 على 5 وارتفاع المخروط ده 12، فين هو ده ال 12؟ أوجد مساحته الكلية. ما بسيطة يا أستاذ، أنت مش قلت إن الجاهر ب 3 على 5؟ يعني لو عملنا مثلث دي الزاوية اهي، هنا 3 ده 5 يبقى ده 4. إذا الجاهر اهي مجاور على وتر في المثلث القائم ده، الجتا ايه بكام؟ جتا ايه ب4 على 5، وسطين في طرفين، يبقى الالف ب طلع ب15. نقدر نجيب نص القطر ببساطه ولا لا؟ نقدر نجيب نص القطر، يبقى ب د اس 2 بتساوي 225 ناقص 144، بهدال طلعت بتساوي 9، اللي هو هنا اسمه ناق، يبقى ناق دي طلعت ب9. نقدر بعد كده يا أستاذ ببساطة نجيب المساحة الكلية. المساحة الكلية بتساوي باي في لام في ناق زائد باي في ناق أس 2. نتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.